في منافسات قوية على المستوى الخارجي وعلى مستوى المنافسات المحلية. دوري المحترفين لكرة اليد مشتعل في الفترة الحالية، والزمالك مازال يحافظ على صدارة ترتيب جدول برصيد 34 نقطة بعد ما لعب 8 مباريات، والنادي الأهلي في المركز الثاني عنده 32 نقطة، وفي المركز الثالث فريق سبورتينج عنده 28 نقطة، في المركز الرابع طلائع الجيش عنده 18 نقطة. كان ضمن مباريات الجولة الثامنة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اللي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 44-22 في مباراة قوية جدا. كانت كاميرا ملعب الأبطال متواجدة في المباراة. خلينا نشوف لقاءات ما بعد المباراة ونرجع نكمل أخبارنا مع حضراتكم. ما كناش متوقعين ان احنا نكسب بالفرق الكبير ده، خصوصا الظروف اللي احنا بنمر بيها، ان احنا عندنا في اصابات كتيره موجوده في الفرقه وناس لسه راجعه برده من اصابه. بس احنا يعني عملنا اللي مطلوب مننا ومفيش حد قصر، فعشان كده ممكن يكون كمان الحاله النفسيه بتاعه الجيش ان هم جايين الماتش بتاع امبارح، هم خسروا من البنك الاهلي، فكويس ان احنا لعبنا على النقطتين دول يعني، فهو ده اللي ممكن يكون عمل فرق في الماتش يعني. طبعا احنا كل يعني في يعني طول الموسم اللعيبه الصغيره بندخل واحده واحده، ودي بتبقى اضافه لينا كلنا، لان لما اللعيب الصغير بيشوف اللعيب الكبير بيموت نفسه فهو بيبتدي يمشي على نفس المنهج او النهج بتاعه، فدي حاجه كويسه وتتحسب لهم، واتمنى ان هم يفضلوا مكملين على المستوى ده، لان يعني زي ما انت شايف حجم الاصابات لما بيبقى موجود في فرقه فانت بتحتاج كل الناس اللي معاك، فانت لو اللعيبه دي مش جاهزه في الادوار النهائيه هياثر عليك وعلى مستواك يعني، فالحمد لله ان هم على قد المسؤوليه يعني. والله الحمد لله الماتش كان صعب النهارده، الماتش طبعا مش سهل، فرقه نادي الجيش فرقه محترمه، وخصوصا ان احنا كمان عندنا غيابات كتير، عندنا تقريبا 6-7 لعيبه مهمين جدا في الفرقه غايبين، فكان لازم نبذل مجهود اكتر من العادي، اكتر من احنا بنبذله قبل كده عشان نعوض الغيابات دي. الحمد لله احنا قدرنا في اول ربع ساعه الحمد لله ان احنا نفرق بالسكور، وفضلنا ماشيين طول الماتش بنزود في السكور، فالحمد لله يعني احنا اللي خلينا الماتش سهل علينا، فباذن الله يعني ان شاء الله ده يبقى سيستمنا في بقيه الماتشات باذن الله يعني. اللعيبه الصغيره دي لعيبه محتاجه ان هي تاخد في الملعب كتير، والنهارده لما خدت في الملعب لا ادت وادت بشكل كويس. طبعا احنا اللعيبه الكبار معاهم في الفرقه بتسبورت اللعيبه دي وبتشيلهم لو في غلطات، لو في حاجه بيتعلموا مع الوقت هيبقوا احسن بكتير، فطبعا احنا محتاجين ان مجهود كل واحد محتاجينه، لان انا بقول لك 6-7 لعيبه تقال جدا وفي مراكز حساسه مش موجودين فيها حد ثاني بديل ليهم، فان شاء الله يرجعوا بسرعه باذن الله عشان محتاجينهم الفتره الجايه باذن الله.